تحية لكل الجميلات في مارس، تحية للرائع مصطفى السني، تحية لكل النساء دائما في مارس تحتفي بالمرأة في دروب مختلفة، وتحية صباحا لكل النساء جارات قوس قزح وصديقات نخل السماء كما قال درويش، تحية لهم جميعا لكل من ييسرنا ما ليس يمكن تيسيره ويفسرنا ما ليس يمكن تفسيره، يغيرنا بالحب قبح الحياة، يفتتنا صخر الضجر ويزرعنا في محش الروح وردا وماء. لكل النساء كل عام وأنتن جميعا بألف خير وألف عافية. كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير يا حسام. تحية لهن بقدر ما يستحقن، يعني مردود كبير دائما وأدوار كبيرة جدا في طريقة الإيجابية تمضي للمرأة بصورة عامة، وتحية خاصة جدا لكل امرأة سودانية بقدر ما تستحق وبقدر ما تؤتى هذه التحية. كثير جدا من المؤسسات تحتفي، ولعلنا اليوم نقف مع احتفاء جمعية تنظيم الأسرة التي نتعرف عليها وعلى احتفاء بيوم المرأة العالمي في 8 مارس. نسعد جدا انه يكون معنا الاستاذ عماد عبد الجليل عضو هذه اللجنه المنظمه لهذا الاحتفاء باليوم العالمي للمراه في 8 مارس لجمعيه تنظيم الاسره. اهلا بك واسعد الله كل اوقاتك. يا مرحبا ومرحب بكم، وسعداء جدا ان نكون ضيوف في هذا البرنامج المحبب الى قلوبنا، برنامج صباح الشروق. واليوم العالمي للمراه يمثل كثير من المعطيات، والمرأة كل أيامها أعياد، لكن في هذا اليوم قصدنا من خلال اللجنة العليا لليوم العالمي للمرأة إرسال بعض الرسائل الإيجابية لتوضيح وإسناد دور المرأة المهم في حياتنا السودانية وفي حياة كل المجتمعات بإذن الله. بالتأكيد. وقبل ما نتكلم عن الاحتفال الخاص باليوم العالمي للمرأة، خلينا بداية نتعرف على الجمعية، جمعية تنظيم الأسرة. جمعية تنظيم الأسرة السودانية هي إحدى الجمعيات تنظيم الأسرة التنظيم العالمي، ويمكن هي من أقدم الجمعيات على مستوى الوطن العربي. أنشأت في السودان في بداية الخمسينات، ولها إسهامات واضحة ومقدرة في مجال عمل المرأة في كثير من القضايا التي تخص المرأة، ولها كثير من الإشراقات والإنجازات، وساهمت في إعداد كثير من الأنشطة والبرامج التي تسهم وتعلي من شأن ومن قدر المرأة في المجتمع. نعم. السوداني. نعم. شنو البرامج اللي أنجزتها ناخذها في سجل الإنجازات لهذه الجمعية طوال هذه السنوات وهي ملموسة الآن على أرض الواقع؟ لا شك أن هناك كثير من المشروعات الكبيرة التي نفذتها هذه الجمعية، إذا كان من في مجال عمل المرأة، خصوصا القضايا التي تخص المرأة السودانية إذا كان في الريف أو في الحضر، من خلال كثير من الأنشطة في زواج القاصرات، في ختان الإناث، في كثير من القضايا التي تخص في طبيعة عمل المرأة، في إصدار القوانين والمساهمة ومناصرة قوانين التي يعني تساهم في ترقية عمل المرأة، وكثير من المشروعات التي لا يسع المجال لذكرها. وأنا أعتقد أن الجمعية بصوتها العالي ومناقشتها لكثير من القضايا الآن أصبحت هي محطة لا يمكن تجاوزها في كافة القضايا وكافة القوانين الخاصة والمتعلقة بعمل المرأة في السودان. صحيح. وبجانب الرؤية القانونية والحديث عن القانون، هو يبقى الجانب التعريفي والتوعوي أكثر بالقوانين المختلفة والحقوق فيما يخص المرأة، لكن خلينا نتكلم بما أننا اليوم بنتكلم عن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، نتكلم عن برنامجكم لهذا الاحتفاء. الاحتفال أول مهرجان نحن سميناه مهرجان الأسرة السنوي، والذي تقيمه الجمعية بتنسيق مع شركاء في المنظمات العمل التطوعي. يمكن هذا الاحتفال تشترك فيه أكثر من 20 أو 25 منظمة سودانية لها إسهامات في مجال عمل المرأة، وهذا ما درجت عليه الجمعية سنويا في أنه تحتفل باليوم العالمي للمرأة وبشراكة كبيرة مع كافة شرائح المجتمع. سوف يكون هذا الاحتفال يوم الجمعة 8 مارس في الساحة الخضراء، يبدأ الاحتفال من الساعة 3 ظهرا إلى 11 مساء. هناك كثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الاحتفال، ويأتي هذا الاحتفال تحت شعار، يمكن شعار مسودا نقول بيك أنت الدنيا تحلى، وأكيد الدنيا تحلى بوجود أمهاتنا وأخواتنا
وهذه الشريحة المهمة التي نعتبرها هي صمام الأمان والقلب النابض الذي يجعل في دواخلنا كثير من الأشياء الجميلة. الاحتفال يبدأ في تمام الساعة الثالثة بمعارض كبيرة تعكس كثير من إنجازات المنظمات في مجال عمل المرأة، بالإضافة إلى مهرجان رياضي يشارك فيه حتى المشاركين من فصيلة المرأة من اتحاد ألعاب القوى ومن المنظمات في مجالات الإعاقة النسوية وكثير من المنظمات التي لها في مجال. وهذه دعوة مفتوحة لكل المنظمات التي تحب المشاركة، الدعوة للمشاركة مفتوحة، بالإضافة لبرنامج رياضي برضو إن شاء الله سيكون في عدد من الفعاليات في مجال الجمباز والتاكوندو وكثير من الفعاليات الرياضية الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى برنامج للأطفال مسرع عرايس، وهنالك حفل كبير في كورال الأحفاد وفرقة دعاش الكوميديا وفرق نسائية وموسيقى الشرطة النسائية. قصدنا بهذه الرمزيات أن مشاركة المرأة بتكون بإعكاس وعكس الوجه المشرق للمرأة السودانية في كثير من القضايا، وتتخلل الاحتفال كثير من المسابقات والبرامج الشيقة، ويمكن تمت دعوة عدد كبير من الشخصيات المهتمة بالمرأة، ويمكن لا يفوتني أنه سوف يتم تكريم عدد من الشخصيات التي لها إسهامات مقدرة في عمل المرأة في السودان، تم الترشيح لهم بعناية، وإن شاء الله هذا اليوم يعني يكون لهم ما بعده. بدون مقاطعة عليك، حنتساءل مباشرة عن الشخصيات اللي حيتم تكريمها إذا كانت هناك مفاجآت أو ما إلى ذلك، وفلسفة اختياركم أيضا للتكريم هذه النماذج. والله زي الدار تفسد علينا المفاجأة كده، لكن أفتكر إنه الاختيار تم بعناية لكثير من الشخصيات التي لها إسهامات في عمل المرأة. نذكر على سبيل المثال الدكتورة سار رابو بإسهاماتها الكبيرة في مجال الاجتماعي والمجال النفسي، والدكتورة هنية مرسي مدير مركز سرطان الخرطوم للسرطان، وهي امرأة لها إسهاماتها الكبيرة، وبروف شف عبد القادر مدير كرسي اليونسكو للمرأة، وهنالك إحدى القابلات لا أذكر اسمها لكن من أقدم القابلات في السودان ولها إسهامات ولا زالت تعطي بصورة كبيرة جدا، وإن شاء الله سوف يكون في تكريم لبعض الشخصيات بالإضافة إلى جامعة الأحفاد. أذكر جامعة الأحفاد ودورها الكبير التي تقوم به تجاه خدمة المرأة في السودان، وهي رائدة تعليم المرأة في السودان، ويمكن هذا الاحتفال قصدنا منه هذه النوعية لتحفيز كثير من نساء بلادي في المضي قدما في عمل تجاه قضايا المرأة، ويمكن إن شاء الله حيكون الإعلام حاضر، وهذه دعوة لأخواننا في قناة الشروق، ولا ننسى المرأة في الإعلام ودورها الكبير الذي تقوم به لكافة الأجهزة الإعلامية إذا كان المسموع أو المقروء أو المرئية، وإن شاء الله هذا جزء بسيط من الأشياء التي تقدم، والاحتفال إن شاء الله سيستمر في عدد من الولايات بتنسيق الكبير مع المنظمات الكبيرة الشغالة في عمل المرأة بإذن الله. جميل، خلينا ختاما كمان نذكر الجميع بالزمان والمكان للاحتفال. الزمان إن شاء الله الساحة الخضراء الساعة 3:00 عصرا، نقول برضو إنه الدخول مجانا، هنالك عروض شيقة من كورال الأحفاد وفرقة دعاش للآداب والفنون. الجمعة من الساعة 3:00 إلى 11:00 مساء، اليوم يتخللوا فقرات شيقة، هذه دعوة للجميع للحضور والمشاركة في هذا الحدث المهم إن شاء الله. بإذن الله، شكرا لك جميل، شكرا أستاذنا عماد عبد الجليل عضو اللجنة المنظمة لاحتفال جمعية تنظيم الأسرة بيوم المرأة العالمي، وبنيت لكم بالتوفيق إن شاء الله، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وتحية لكل النساء، ونحن دائما نتحدث عن المرأة السودانية بنتحدث عنها بكثير من الاحتفاء.